Hı? الرو ماتيريال ايوه. والدايركت ليبر والانفنتوري. لا الانفنتوري، لا ده احنا الاول الحاجات اللي هي قدام او اللبس بتاعنا واي حاجه عباره عن 3 حاجات: دايركت ماتيريال، دايركت ماتيريال. دايركت ماتيريال ودايركت ليبر والاوفر هيد. طبعا دايركت ماتيريال وعرفنا الكلام ده كله قبل كده يعني، وتسالنا فيه يعني، اللي هي احنا بنقدر نقيسها ونحسبها ونقدر كان بي تريست يعني ممكن نتتبعها، والدايركت ليبر العمال اللي هم بيشتغلوا عليها. ما عدا الاثنين دول في المصنع بنسميها اوفر هيد. اي مصاريف تانية بقى، اي اندايركت ماتيريال يعني اي ماتيريال تاني اندايركت بس ما بتخشش في المنتج بتاعنا، واي اندايركت ليبر، اي حد بيساعدهم بتاع مش عارف ايه، العمال بتوع النظافه والكلام ده كله، ده اندايركت. واي مصاريف بقى بتتصرف، كل ده اوفر هيد. ايه بقى المشكله بتاعتنا النهارده؟ ازاي ان انا احسب نصيب الوحده الواحده دي، القلم اللي معانا دوت ولا تي شيرت ولا كده، ازاي احسب نصيبه من الاوفر هيد؟ الدايركت ماتيريال سهله والدايركت ليبر سهل، لكن ازاي احسب نصيبه من الاوفر هيد عشان اقول تكلفته على بعض تبقى كام؟ ولما اجي احسب الانفنتوري اللي عندي بحسبه بالتكلفه دي على فكره. فهو دي المشكله عندنا اللي بنتكلم فيها النهارده، دي مهمه قوي، اللي هي عباره عن اسمها سيرفيس كوست الوكيشن. فايه اللي بيحصل بقى في الواقع العملي؟ ان احنا بنقسم الشركه الى نوعين من المراكز، في مراكز اسمها مراكز خدمات وفي مراكز انتاج. تفتكروا مراكز الانتاج ايه هي ومراكز الخدمات ايه هي؟ يعني لو رحنا اي مصنع، ايه بقى المراكز الانتاج وايه مراكز الخدمات، ايه هي؟ زي ايه كده يعني؟ مراكز الإنتاج يعني زي الورش اللي في المصنع. ما هو المراكز الانتاج بالظبط اللي بيمر بيها الانتاج. يعني لو احنا رحنا المصنع مثلا بينتج المطابخ، رحت انا زرت مصنع مطابخ اللي هو عندنا هنا مشهورين يعني. طيب الاقي ان اول مرحله بتعمل ايه؟ المرحله دي بتقطع خشب، مهمتها بتقطع الخشب، يبقى ده يعتبر مركز ايه ده؟ مركز انتاج. الخشب اللي بيتقطع ده بيتنقل للمرحله اللي بعديه، الناس اللي قاعده بتجمعه بس، مركز انتاج. بعد كده بيتنقل للمرحله اللي بعد كده اللي هو بقى بالدهانات بقى والدوكو والحاجات دي كلها، دي كلها تعتبر مراكز انتاج. خلاص كده. طيب في مكان هما بقى بيستخدموه في الشغل بتاعهم فبيحتاج صيانه، الصيانه ده يعتبر ايه بقى؟ ها خدمات بقى. اوفر هيد. هو ده بقى، لا ده مركز خدمه بقى، ما بيمرش فيه الانتاج لكن لازم موجود. ساعات بيعملوا مثلا مركز عشان زي محطه توليد كهرباء، ده يعتبر مركز خدمه. بيعملوا كافيتيريا للعمال، ده مركز خدمه. عاملين مخزن حاطين فيه كل بقى قطع الغيار والخامات والحاجات اللي بيحتاجوها، ده يعتبر برضو مركز خدمه. يبقى اذا الفرق بينهم ايه بقى؟ مراكز الانتاج اللي هي فعلا بيمر بيها الانتاج، لكن مراكز الخدمات لا، دي بتخدمها بس. طيب دلوقتي انا الانتاج اللي هو بيمر بمراكز الانتاج انا عايز احمله بقى بالاوفر هيد. طب ما في مراكز الانتاج اوفر هيد برضه، اللي هي قلنا اي حاجه ما عدا الدايركت ماتيريال ودايركت ليبر. قال لي الله، طب هو مراكز الانتاج دي كان ينفع تشتغل من غير مراكز الخدمات؟ لا طبعا. قال لي بقى اذا لابد من مراكز الخدمات هي كمان المصاريف بتاعتها تتحمل على مراكز الانتاج. وهو ده العنوان اللي انتم شايفينه ده، اللي هي سيرفيس كوست الوكيشن. يعني ازاي انك انا بوزع بحمل تكاليف الخدمات اللي في مراكز الخدمات
على مراكز الانتاج. بقت كل التكاليف دلوقتي فين؟ في مراكز الانتاج. يبقى اقدر انا بقى دلوقتي اي منتج يمر في المركز الانتاج ده اقدر احمله بالاوفر هيد مش بس في مراكز، كمان مراكز الخدمات. ودي بقى مهمه جدا، وده بيحصل في كل المصانع اللي عندنا بيعملوا كده. فلذلك السيرفيس ديبارتمنت ده عباره عن ايه؟ شو بقى بيقول لك ايه؟ كوست ار بارت اوف اوفر هيد، اللي هي الاندايركت كوست، لان ما لهاش علاقه بالانتاج. دي ماست بي الوكيتد تو ذا اوبريتنج اللي هو البرودكشن ديبارتمنت ذات يوز السيرفيس. زي ما نقول السلايد واقف على عندنا عند 53 عند 53 ولا 51؟ احنا واقف عندنا 53 تمام كده. تمام كده شايفين دي دلوقتي؟ اه شايفينها يا دكتور. فبيقول لي بقى ان الكوست عندنا بقى اللي هي بتاعت سيرفيس ديبارتمنت عباره عن بارت اوف ذا ايه الاوفر هيد اللي عندنا اللي هي دي منها. ليه؟ لان من غيرها مش هينفع اللي هي دي. طيب لما انا بقى اجي احب اوزع بقى، يبقى لازم انا محصر الاوفر هيد عندي بتاعتي كلها سواء في مراكز الخدمات او مراكز الانتاج. لازم انا وانا بوزع الخدمات دي اراعي الاتي بقى، او اللي هم دول ايه هم؟ اول حاجه لازم نراعي عمليه الكوز اند افكت ريليشن شيب، يعني علاقه السبب والنتيجه. يعني مثلا لو انا حبيت اوزع الكافيتيريا، التكاليف بتاعت الكافيتيريا دي على مراكز الانتاج ومراكز الخدمات، تفتكر اوزعها على اساس ايه؟ ها؟ هي الكافيتيريا دي بتخدم مين؟ العمال او الموظفين. طيب وانا يبقى في هذه الحاله ممكن اوزعها على المراكز دي على اساس عدد العمال. سهله قوي. يبقى لازم نختار طريقه نوزعها بيها عشان يبقى فيها عداله شويه. مثلا مركز الصيانه اللي هو بيخدم المكن والحاجات دي كلها، ممكن لو المكن دوت اقدر احسب ساعات تشغيل بتاعته كم، يبقى على اساس الساعات. يبقى كل ما المكن ده بيشتغل ساعات اكتر بيحتاج صيانه اكتر مثلا. المهم ان انا اعمل علاقه بحيث لما اوزعها يبقى فيها عداله شويه. فلذلك لازم ممكن على اساس البنفيت ريسيفد اللي هي ايه بقى؟ يعني مثلا زي حكايه المخازن. المخزن ده بيبقى فيه قطع اللي هي المواد والحاجات اللي عندنا بتطلع من المخزن تروح مركز الانتاج. بيبعت له بقى كم وحده، كم مره، كم حركه، اللي عمال عامل زي توك توك كده رايح جاي فيها بتاع مش عارف ايه. يبقى ممكن نحملها له على هذا الاساس. يبقى المركز ده بيستفاد على اساس كل شويه في واحد رايح جاي عمال يتعمل كده، يبقى يزيد الخدمه اللي مقول عليه. او لو كان كهرباء ممكن نوزعها على اساس عدد اللمبات مثلا، او على اساس الكيلووات زي ما انتم بتاخدوا مثلا. مهم يكون فيها نوع من الفيرنس، فيرنس يعني عداله شويه، عشان ما يحتاجش الديبارتمنت تحمل واحد بتكاليف مش بتاعته اعلى مما يستطيع. ساعات بقى بنقول اللي هو الاب يقدر يتحمل التكاليف اكتر. يعني لما يكون مركز انتاج فيه بيتحمل تكاليف اكتر عنده، سواء في دايركت ماتيريال دايركت، يبقى اذا هو ياخد ايه؟ اوفر هيد اكتر. المهم ان احنا باي شكل عايزين نوزع التكاليف بتاع مراكز الخدمات دي على مراكز الانتاج، ده اللي احنا بنعمله. قول لي ايه بقى بعد كده؟ فبيقول عندنا 3 allocation، ثلاث طرق بقى. احنا دلوقتي حصرنا التكاليف بتاع مراكز الخدمات ومراكز الانتاج الاوفرهيد، بس قلنا ان التكاليف كلها لازم تبقى موجوده بس في مراكز الانتاج. ليه؟ عشان هي اللي هحملها على المنتجات. يبقى لازم اوزع تكاليف مراكز الخدمات على مراكز الانتاج. فعندنا 3 طرق بصراحه. اول طريقه بيسموها طريقه الدايركت ميثودز، ان انا اوزع زي ما انتم شايفين كده ات الوكيتس السيرفيس ديبارتمنت كوست دايركتلي تو ذا برودكشن ديبارتمنت. ان انا امسك كل مركز خدمه اوزعه على مراكز الانتاج بس كده. طب مش جايز مراكز الخدمات دي بتخدم بعضها؟
يعني مش مثلا مش ممكن مركز الكهرباء او محطه توليد الكهرباء دي بتخدم الكافيتيريا والكافيتيريا بتخدمه؟ يعني في زي ما نقول كده. قال لي يبقى ايه؟ قال لي لا، انت الاول تشوف المركز اللي بيخدم اكبر عدد من المراكز. طب ما مركز التخزين ده ما بيخدم كل المراكز، بيحتاجوا قطع من عنده مواد كده، يبقى المفروض هو اللي يخدم اكبر عدد من المراكز اوزعه الاول، واللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه كده. دي بالطريقه دي بيسموها ستيب ميثودز، اللي هي بيسموها الطريقه التنازليه. يعني ايت الوكيت السيرفيس ديبارتمنت كوست واذر سيرفيس ديبارتمنت ان اديشن تو البرودكشن ديبارتمنت. يعني ان انا اوزع على خدمات المراكز الثانيه مع كمان مراكز الانتاج. الطريقة الثالثة دي معمولة عشان خاطركم بس، لأن كنتوا بقى بتاخدوا رياضة وكده، بيسموها الطريقة الريسيبيكال ميثودز، اللي هي الطريقة التبادلية. إزاي؟ قال لي طب ما هو المركز الخدمة ده بيخدم المركز ده، والمركز الخدمة ده برضو بيخدمه هو. فقال لي المفروض تحل ده الأول بالمعادلات، الأول بالرياضة، وبعدين تبدأ بقى توزع الحاجات التانية دي. فهنا بقى بيقول لي اتالوكيتس ده الألوز إيه الريفليكشن أوف أول ريسيبيكال سيرفيس، يعني الخدمات المتبادلة among the service department. It also بقى known as simultaneous equation methods. طبعا انتوا عارفين المعادلات الآنية دي طبعا، صح؟ وساعات بنسميها cross allocation methods، وساعات بنسميها matrix. تعرفوا مصفوفات انتوا طبعا في الرياضة، مش كده ولا ايه؟ اه. وساعات بنقول عليها double distribution method. كل ده معمولة رياضيا، بتتحل رياضيا، وبالتالي نقدر ايه نحل المشكله دي. نشوف بقى مثلا عندنا الايه تمرين زي كده. طبعا مش شايفين التمرين ده، مش كده؟ ها شايفين ولا مش شايفين؟ لا مش شايفين. لا شايفين دلوقتي اهو. طبعا ما اعرفش ليه كده، المفروض ان هو المبنى اللي بيقلب يعني. اه دلوقتي باين اهو. ماشي، بس كل ما لازم اقفل انا السلايد ديت وطلع دي. فبيقول لي الكومباني هاز تو سيرفيس ديبارتمنت، عندهم اس 1 واس 2 مثلا، يعني مركز صيانه ومركز تخزين كافيتيريا اي حاجه، وعندهم تو برودكشن ديبارتمنت اللي هو بيمر نيبو الانتاج بي 1 وبي 2. لما جينا احنا حصرنا الداتا بتاعتهم بتاع الاوفر هيد طلعت كده. دي عباره عن التوتال فاكتور اوفر هيد ده في كل مركز لوحده، اللي هي قلنا عليها اي حاجه ما عدا الدايركت ماتيريال والدايركت ليبر. طب انا عايز اعمل ايه دلوقتي؟ انا عايز كل التكاليف بتاعه الاس 1 واس 2 اللي هي مراكز الخدمات تبقى موجوده بس في مراكز الانتاج. ليه؟ عشان لما انا احصل التكاليف دي كلها هناك اقدر بعد كده احملها على الانتاج. لكن كده مش هتتحمل، كده هحمل بتاع مراكز الانتاج بس. طب وايه مراكز الخدمات؟ ما هو كان مراكز الانتاج كان الطرف تشتغل من غير مراكز الخدمات. يبقى ازاي بقى انا هرجع اوزع مراكز الخدمات على مراكز الانتاج؟ فهنا بقى الثلاث طرق اللي احنا قلناهم، قلنا في عندنا اللي هي الدايركت ميثودز بسموها الطريقه المباشره يعني، او الطريقه الاجماليه ساعات، في طريقه الستيب ميثودز، وبعدين في عندنا الريسيبكال ميثودز. هنطبقهم على المثال ده اللي عندنا، وطبعا ممكن يجي لنا برده في الفاينل كده واقول لك بقى قول لي لو احنا استخدمنا الطريقه دي نصيب المركز الفلاني ازاي. طب احنا هنوزعها ازاي؟ هو راح عامل لنا نسب كده. معناه ايه النسب دي اللي انتوا شايفينها؟ ان مركز S1 ده بيخدم S2 بنسبة 10% وبيخدم B1 بنسبة 50% وB2 ب40%. ايه معنى الكلام ده بقى؟ ان لما احب اوزع S1 على المراكز دي اوزعها بالنسب دي. تمام كده؟ طيب وبعدين عندنا تاني ده النسب اللي هي بتاعت اللي هي عبارة عن S2 بيخدم S1 ب 20% وبيخدم بقى S1 B1 ب 30% وبيخدم بقى B2 ب 50%. طب ايه المطلوب مننا بقى دلوقتي؟ بيقول انا عايزك تعمل لي allocate the overhead of service department to the production department مره باستخدام طريقه الدايركت ميثودز ومره باستخدام الستيب ميثود ومره باستخدام الايه الريسيبكال ميثودز. تمام كده؟ شوف هنعملها ازاي دي بقى. بس خلي بالكم بقى من الارقام اللي عندنا اللي احنا عاملينها دي.
شايفين الجدول اللي قدامكم ده؟ ها؟ تمام شايفين. فاحنا اول جدول ده انا عامله علشان نحط فيه اللي هي عباره عن الطريقه الاولانيه اللي هي الدايركت ميثودز. في التمرين كان قال لي بقى ان اس 1 ده اللي احنا هنوزعه في الاول ده. قال لي طريقه بقى اللي هي عباره عن الدايركت ميثودز، قال لي تمسك اس 1 اللي هو كام عندنا هنا؟ عنده كام؟ 36,000. هتوزعه بس على مراكز الانتاج. تمام كده؟ طيب هو كان عامل النسب كام بقى لو تفتكروا؟ كان عاملها كام؟ 32,000 يا دكتور. ها؟ اس 1 كانت 32,000. لا هي 36، معلش عشان انا عارف بس عشان غيرت حاجه عشان تقبل بس. طيب كويس. هي دلوقتي اللي عندنا دي المفروض ان انا اوزعها على مراكز ايه؟ الانتاج بس. الطريقه الاولانيه كده. طيب هو كان بيدي 10% لاس 1 لاس 2 وبيدي 50% لبي 1 و40% لبي 2 صح؟ دلوقتي احنا وزعه هو بس على مراكز الانتاج بس. يعني دلوقتي انا عايز اوزع ال 36,000 اللي انتم شايفينها دي، عايز اوزعها على بقى بي 1 وبي 2. هوزعها ازاي بقى؟ قال لي انا عايز اديها لحد البي 1 كام بقى منها؟ ال 10%. لا مفيش 10% هنا. الطريقه دي معناها ان انا هوزع بس على بي 1 وبي 2 بس. هي دي طريقه الدايركت ميثود كده، امسك كل مركز اوزعه عليهم بس كده. فهتبص تلاقي ان عندنا ان هو كان بيدي 10% للبي ال اس 2 وكان بيدي 50% للبي 1 و40% للبي 2 صح كده؟ يعني انت دلوقتي هتوزعها بنسبه على بي 1 وبي 2 بس، يعني كانها كام؟ مش هضربها بقى في 50% و40%، لا هعمل نسبه انا بين 50 و40 كانها 5 ل 4، لكن مش هدي الاس 2 الطريقه دي كده الاولانيه. يبقى كان انا هقول ان 5 و4 9، فانا هقسم 36,000 عشان كده غيرت لكم الرقم. يعني هتبقى 36,000 على 9 تطلع 4,000، هضربها في 5 يبقى ده واحد هياخدها بي 1 20,000، وهضربها بقى في 4 اللي احنا عملناها دلوقتي ديت هتبقى عباره عن 16,000. انا وزعت اس 1 على مين؟ على بي 1 وبي 2. شفت عملت انا ايه؟ عملت انا كاني هوزع ال 36,000 بنسبه، مش هضرب في النسب، هعمل انا نسبه كانها 50 ل 40 او 5 ل 4 يعني. ف 5 و 4 9، هقسم 36,000 على 9 طلع 4,000. في 5 يبقى نصيب بي 20، وفي 4 يطلع نصيب بي 16. طيب دلوقتي بقى لما اجي اوزع اس 2 هوزعه ازاي؟ اس 2 اس 2 ده اللي هو ال 24,000 برضه. اما بكتب بين قوسين يعني توزع خلاص يطلع المجموع صفر يعني. طب تفتكر بقى احنا عندنا بقى الرقم ده لما احنا نوزع ده هيحصل ايه؟ قال لي انت برضه هتوزعه على مين؟ على بي 1 وبي 2. طب هياخد بي 1 كام بقى منه؟ قال لي احنا النسبه بتاعتنا كانت عباره عن كان بيدي هو لاس 1 20 وكان بيدي لبي 1 كان بيدي له كام؟ 30 وكان بيدي بقى لبي 2 50 صح كده؟ يبقى كان انا هوزعه بنسبه 30 ل 50 يعني 3 ل 5 8. يبقى هقسم 8 24 على 8 تطلع 3,000، هضربها في 3 يبقى ده هياخد 9,000، وهضربها في 5 يطلع دوت ايه 15,000. يبقى دلوقتي الاوفر هيد عندنا التوتال بتاعها بقى كام بقى دلوقتي؟ ده التوتال اوفر هيد. موجوده فين بقى التوتال اوفر هيد بس؟ موجوده فين الاوفر هيد دي؟ اصلا ما فيش في البي 1 والبي 2 بس كده. هنا بقى عباره عن هنا بقى زيرو اهو، وهنا بقى زيرو، ما انا وزعته خلاص. هنا بقى المجموع بقى بتاعه كام؟ هنجمع ده هيطلع 69,000 كده، وده اما نجمعهم كده هيطلع عباره عن 91,000. ده بالظبط كده. يبقى دلوقتي اصبحت الاوفر هيد
عبارة عن موجودة بس فين؟ في مراكز الإنتاج وبي 1 وبي 2. طيب إيه بقى النشاط بتاع بي 1 ده؟ هنفترض إن بالنشاط بتاع بي 1 ده عبارة عن بيشتغل بالليبر أور، يعني بساعات العمل العمال. فساعات العمل العمال عندنا عبارة عن 1000 ساعة مثلا ليبر أور. لكن التاني ده بيشتغل، ده عبارة عن مكن، والمكن ده عبارة عن بيشتغل مثلا 2000 ساعة ماشين أور. تمام كده؟ ده طبيعة النشاط كده. طيب لما يكون التكاليف بتاعت بي 1 69,000 وهم كلهم العمال اللي فيها عدد الساعات بتاعتهم في الفترة اللي انت حسبتها دي 1000 ساعة، يبقى تقريبا الساعة بكام؟ تبقى الساعة بكام عندنا؟ 69 بالظبط كده. يبقى هنقسم احنا بقى اللي هي دي هتبقى عبارة عن 69,000 على 1000، يبقى ده كأنه مثلا لو الأرقام دي فرناها بالدولار كده هتبقى عبارة عن 69 لكل إيه؟ لكل ساعة أور، لكل ساعة ليبر أور. يبقى إذن لو المنتج بتاعي بقى دخل في بي 1 وقعد هناك مثلا عبارة عن 50 ساعة، يبقى هحسب الدايركت ماتيريال بتاعته في بي 1 والدايركت ليبر. طب وهياخد أوفر هيد بكام بقى؟ هضرب ال 50 ساعة في 69. هو كده بعد ما بيخلص في ده بيروح المركز الثاني. المركز الثاني طلع التوتال بتاعه 91,000 على 2000 ساعة، بس دي ماشين بقى، يبقى الساعة بكام عندنا هنا لما نقسمهم على بعض؟ 45.5 بالظبط كده. يبقى إذن ده عبارة عن 45.5 دولار مثلا كده، ده لإيه بقى؟ لكل ماشين أور. معنى كده لكل ماشين أور. يبقى إذن بعد الإنتاج ما خلص في بي 1 راح رايح بي 2. لما راح بي 2 قعد هناك بقى مثلا عبارة عن 20 ساعة ماشين أور. يبقى إذن هياخد بقى دايركت ليبر عادي وياخد دايركت ماتيريال، وطب هياخد أوفر هيد بكام؟ هضربه ال 20 في 45.5. يبقى أنا كده طلعت له ده بيسموه بقى إيه؟ ده هو ده اسمه الألوكيشن ريت. وده بري ديتيرمين، يعني لسه متحدد. ده عبارة عن الالوكيشن ريت، هو ده. يبقى انا بحمل بقى كده، قدرت ان انا احمل المنتج بتاعي بالتكاليف بتاعته كلها سواء دايركت ماتيريال او دايركت ليبر وكده. طب الرقم اللي احنا عاملينه ده رقم استيميتد ولا اكتوال؟ يعني الرقم ده مقدر ولا فعلي؟ مقدر. اه طبعا، لان انا بعمله للسنه الجايه للشهر الجاي، ابقى عارف في الساعه بقد كده. اجي بقى في اخر الشهر اللي كان مره سالتوني عليها، كانت موجوده في لما كنا بنتكلم على المصنع قبل كده. اجي بقى انا اخر الشهر اشوف هو فعلا الارقام اللي انا عملتها دي صح ولا لا. قال لي ازاي يعني؟ قال لي انت دلوقتي حملته ب 69، طب بس ده استيميتد. جيت انا احسب الاكتوال، لقيت ان الاكتوال هو المفروض كان يتحمل مثلا ب 65 بس، على اساس اللي احنا صرفناه فعلا. يبقى ايه اللي حصل للانتاج دلوقتي؟ وانا كنت محمله بقى طول الفتره اللي فاتت ب 69، شايفين ان هو كان المفروض يتحمل ب 65، بس انا ما كنتش اعرف ده. لما لقيت الحاجات الفعليه بقى، دفعت الكهرباء والغاز والحاجات دي كلها، طلعت كده، بس انا كنت مقدرها في الاول. يبقى معنى ذلك ان انا حملت الانتاج ب 69 مع انه كان هو المفروض يتحمل ب 65 بس. يبقى انا معنى ذلك ان انا حملته بايه بقى؟ ارخص. ها؟ يعني هو انا كده حملته اغلى، المفروض ان هو ارخص. حملته باكتر من اللازم، صح؟ اه. دي بقى الكلمه اللي كانت موجوده بقى في الانكم ستيتمنت اسمه اوفر ابلايد، هي دي بقى. كنت بتسالوني عليها، كانت موجوده كده عشان هما كانوا عاملين كده. طيب لو بصيت لقيت ان المفروض هو كان يتحمل ب70، معناه ايه بقى؟ كان اندر ابلايد.
يبقى انا وانا مشيت ب 69 ما انا ما كنتش اعرف. يبقى اذا التكاليف اللي خدها دي كانت ايه؟ اندر ابلايد. هي دي الكلمه بقى اللي كانت موجوده في الانكم ستيتمنت. يبقى اوفر ابلايد يعني انت حملته اكتر مما يجب من الفعلي، ولو اندر يعني انت حملته اقل مما يجب. هو ده اللي بيحصل فعلا في الواقع العملي. ليه؟ لان انا بقدر للسنه الجايه انا ما اعرفش اللي بيحصل، فبحاول يكون يعني قريب من الواقع شويه. لكن لما بحصل الفعل بقى بكتشف الكلام ده، فبعرف اقول يا ده هو فعلا اوفر ولا اندر ابلايد. الطريقه اللي قدامنا دي زي ما انتم شايفين كده هي دي عباره عن اللي هي اسمها الدايركت ميثودز. يبقى انا خدت كل مركز خدمه اس 1 وحملته بس على المركز اللي بعديه اللي هو مراكز الانتاج بس. طيب الطريقه الثانيه كان بيقول لي بقى انا عايزك تعمل لي بطريقه الستيب ميثودز. قال لي طريقه الستيب ميثود يعني ايه؟ قال لي لا ده انت ما تعملش كده بقى، ده انت تبدا بالمركز اللي هو بيخدم اكتر عدد من المراكز، وبعدين تقوم توزع بقى للي بعديه. فلو فرضنا ان احنا هنفترض ان اس 1 ده هو بيخدم اكبر عدد من المراكز سواء كانت مراكز خدمات او مراكز انتاج. قال لي يعني ايه؟ قال لي يعني موزع بقى مركز اس 1 ده على لازم اوزعه على اس 2 الاول وبعدين كذا وكذا. يبقى انا هوزعه على اس 2 الاول. ازاي بقى؟ يبقى كان انا هوزع دلوقتي ده اللي هي ال 36000 اللي هي بتاعت مين؟ بتاع اس 1. حد لمين الاول بقى؟ حد لمين الاول؟ قال تدي الاس 2 اللي هو كان قال لي كام في المية؟ ها؟ 10%. كان قال لي 10%. يبقى انا هاخد من 10% من اس 1 هديها الاس 2 اللي هي تطلع 3600. طب وبعدين؟ وقال لي بعد كده كام بقى؟ 50% منها بيدي البي 1. يبقى هضرب 50% من في ال 36 تطلع 18000. و 40% منها هديها لمين؟ لبي 2. حضرتك ديت في 40% هتطلع 14400 كده. طبعا لو جمعت دول كلهم لازم يطلعوا 36000. تمام كده؟ يبقى انا كده وزعت اس 1 الاول على كمان اس 2 لان هما بيخدموا في الاول وهو اكبر عدد فانا افترضنا كده. يبقى دلوقتي لما اجي اوزع بقى اس 2 اوزع كم من اس 2؟ خلي بالكم مجموعه كم بقى اس 2 دلوقتي؟ بقى عبارة عن ال 24000 بتاعته زائد اللي جاي له من S1. يبقى كأن مجموعه دلوقتي لو أنا جمعت الرقمين دول على بعض هيطلع عبارة عن 27000 وكام؟ و600. هي دي بقى أنا هوزعها على المركزين التانيين اللي هي بقى إيه بقى؟ طبعا خلي بالكم مش هرجع تاني أنا للS1 لأ. بدل ما وزعت انا على من بيس اس 1 على اس 2 انا رتبتهم في الاول على اساس ان اس 1 ده بيخدم اكبر عدد من المراكز يلي اس 2. ما ينفعش ارجع تاني بالعكس. يبقى انا دلوقتي هوزع اس 2 بقى على بي 1 وبي 2 بس. عشان كده بيسموها الطريقه التنازليه عامله زي السلم كده ستيب ميثودز. يبقى دلوقتي انا هوزع اس 2. طب هتوزع اس 2 دي ازاي بقى؟ حد بقى الاس لبي 1 وبي 2 النسبة بتاعتهم بقى مش هتبقى 100%. ليه؟ أنا ما برجعش تاني ورا. هوزعه بس على بي 1 وبي 2 اللي احنا كنا قلنا عليها اللي هي كانت عبارة عن 30% و50%. 30 و50 هيبقى 8. هقسم بقى ديت على 8 واضربها مرة في 3 ومرة في 5. لما اقسمها على 8 تطلع كام بقى؟ حد يقول لنا. وفي 3 وفي 3 بكام وفي 5 بكام؟ هي على 8 3450. كم؟ على 8 ب 3450. حلو قوي. 3450 في 3 10350. كم؟ 10350. 10350. طيب وفي 5؟ 5 17250. 17250. ماشي. طبعا مجموعهم من الاثنين دول لازم يطلع كام؟ 27600. بالظبط كده. اصبح دلوقتي التوتال بقى كام دلوقتي؟ ده التوتال بقى وفقا للطريقه دي. التوتال اوفر هيد اللي عندنا ده
يبقى عبارة عن خلاص دول بقى مصفار خلاص بقى اللي توزع خلاص بقى. دلوقتي بقى بالنسبة للبي 1 هنجمع بقى الثلاث أرقام دول دلوقتي يروح طالع كام بقى 68,350 وهنا هيطلع عبارة عن كام بقى 91,650 دي الطريقة الثانية اسمها اللي ان عليها ستيب ميثود ان انا بمسك اوزع الاول ارتب المراكز الخدمات حسب اللي بيخدم اكبر عدد هو اللي توزع الاول فالاقل 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 اخر واحد هتوزع على مراكز الانتاج بس اكبر عدد يا دكتور يعني اكتر فلوس يعني لا لا لا, لا. اكبر عدد بيخدمهم يعني اكبر عدد بيخدمهم يعني مثلا على سبيل المثال لو احنا تخيلنا ان اس 1 ده عباره عن الكافيتيريا الكافيتيريا دي بتخدم مين الموظفين والعمال مثلا في كل المراكز صح اه طب لو اس 2 دوت عباره عن مركز تخزين المخازن بيخدم مين بس اللي شغالين اصلا في ال هيخدم مراكز الانتاج بس اللي شغالين في الانتاج اه هيخدمه هما لان هو اللي مخزن المواد والحاجات اللي هما بيستخدموها صح كده يبقى اذا انا ابدا بالكبير اول اللي هو بيخدم اكبر عدد من المراكز مش اكبر قيمه مش لازم اكبر قيمه لكن هو بيخدم اكبر عدد من المراكز بيقول لي طبعا عليها في التمرين علما بان المركز ده بيخدم ثم انت تبدا بيه الاول يبقى اللي فوق اللي هي اول طريقه الدايركت ميثود دي كنت بوزع مركز مركز لكن دي او وزعت مركز مركز بس اللي فوق اللي بوزعها مركز مركز على مراكز الانتاج مباشره عشان كده لو تلاحظوا تلاقي ما فيش خاجه بينهم وبين بعض يعني بالنسبه بقى للطريقه الثانيه قال لك لا رتبهم الاول هو بيقول على الترتيب فانا رتبت على اساس ان اس وانا قلت ده هو بيخدم اكبر عدد اوزعه الاول رحت مدي الاس 2 ومدي البي 1 وبي 2 طب دلوقتي هوزع اس 2 ما ينفعش ارجع الاس 1 لا ها تعالى اسال حاجه ال واحنا واحنا بنوزع دلوقتي التوتال اوفر هيد احنا بنجيب التوتال اوفر هيد للبي 1 والبي 2 بس طب معنى كده اس 2 واس 1 ما استخدموش اوفر هيد لا ما كانت اللي هي فوق دي بتاعتهم بس دلوقتي الانتاج بيمر فين بال يعني هو السيرفيس اصلا جوه البرودكشن لا ده ممكن تكون مراكز بره زي مراكز صيانه ورش كافيتيريا مخزن كده لكن دي المراكز البي 1 اللي هي بيمر فعلا فيها الانتاج الثانيه دي ما بيمرش فيها الانتاج خدت بالكم ممكن يكون مثلا مركز جوده مثلا بيروح يراقب عليهم كده لكن ما الانتاج مش بيمر في دول المكان كله موجود في بي 1 وبي 2 بس احنا بنحسب للبي 1 وبي 2 ما بنحسبش للمصنع كله لا ما هو ده المصنع في الاخر كله هيبقى الانتاج اللي انت هيطلع من المصنع ده هيطلع منين من خطوط الانتاج بس طيب يبقى لازم احمله كل التكاليف بس قال التكاليف دي الاوفر هيد في بعضها بيبقى في مراكز الخدمات وفي بعضها في مراكز الانتاج قال لي طب ما لو انا حملته بمراكز الانتاج بس هتبقى التكاليف ناقصه ليه هو مراكز الانتاج دي كان ينفع تشتغل من غير خدمات مراكز الخدمات لا طب يبقى كان لازم انا اشوف تكاليف الاوفر هيد اللي كمان موجوده في مراكز الخدمات والاول احملها على مراكز الانتاج حسب الاوفر هيد للانتاج تحسب الاوفر هيد للماتيريال اللي احنا صنعناها اصلا لا لما عدد الخامه ما تلخبطش الاوفر هيد اللي هي اي حاجه ما عدا الدايركت ماتيريال والدايركت ليبر اللي هي الكهرباء انا 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 وادوات النظافه وعمال اللي هم بايه بيناولوا الحاجات لكن مش هو اللي بيشتغلوا انت خدت بالك لكن احنا بنكون مراكز ده غير التكاليف الدايركت ماتيريال والدايركت ليبر لا ده دي خلاص دي سهل احسبها سهل احسب المنتج منها لكن نصيبه بقى من الاوفر هيد دي اصعب حاجه عندنا في التكاليف فعشان كده احنا بنعمل الفكره دي ان احنا نعمل ايه نشوف الاول اوفر هيد في كل مراكز كلها سواء مراكز خدمات او مراكز انتاج طب وبعدين هي مراكز الانتاج دي كان ينفع تشتغل من غير الخدمات بتاع مراكز الصيانه والخدمات لا يبقى لازم التكاليف كلها تكون بس في مراكز الانتاج فبرجع احمل بقى تكاليف مراكز الخدمات على مراكز الانتاج
بحيث الاوفر هيد كلها تكون فين بقى؟ مراكز الانتاج بس، عشان لما الانتاج يمر فيها اقدر احمله عليها بالمعدلات زي اللي احنا قلتها في الطريقه الاولانيه دي، زي حكايه ال 69 دولار دي. ايه دي؟ المنتج اللي هيمر في المركز ده هيشتغلوا عليه العمال كام ساعه؟ 100 ساعه. يبقى هياخد دايركت ماتيريال في بي 1 ودايركت ليبر في بي 1، وال 100 ساعه هضربهم في 69 واضيف عليهم الحاجات دي كلها، يبقى كده كمان خد اوفر هيد كمان. وهيطلع من هنا هيروح المركز الثاني هياخد مثلا ماتيريال ثاني ودارك ليبر ثاني، بس هيقعد على المكنه مثلا 20 ساعه. طب ال 20 ساعه الساعه بكام؟ ب 45 دولار ونص، هضربهم فيها واضيفهم عليها، يبقى كده انا حسبت التكاليف بتاعته صح. من غير كده ما ينفعش. فهمنا دي؟ فدول الطرق اساسا في الاخر عشان احمل الاوفر هيد على الايه؟ على المنتجات. امال ايه؟ تبقى ناقصه على فكره التكاليف. ولذلك الاسعار اللي انت بتشوفها دي عباره عن ايه؟ كل التكاليف اتغطت وكمان الربح بتاعهم كمان، بس لازم يتعمل كده. فاول طريقه كنت بقول انا اوزع بس المراكز الخدمات على مراكز الانتاج. جينا في الطريقه الثانيه قلنا لا، طب ما انت تبدا مش مركز الخدمه ده جايز يكون بيخدم مركز خدمه ثاني، طب يبقى اذا ابدا بيه الاول باللي يخدم اكبر عدد بس مش اكبر قيمه. فبنعمل كده. وبعد ما اوزع ده اوزع، ما اجي اوزع بقى مركز الخدمه اللي بعديه بوزع اللي ايه بقى اللي كانت بتاعته زائد اللي جاي له من المركز اللي قبليه، اللي زي شايفين انتوا في مركز اس 2 اللي هي عباره عن 3600 كده. وبعدين ابقى بوزع على بي 1. خلي بالك التوتال اللي تحت بتاع البي 1 هو نفسه تلاقيه التوتال اللي فوق كده، بس كل طريقه بتدي نتائج مختلفه شويه. تمام. وبعد كده برضو هقسم انا على عدد الساعات، هطلع معدل التحميل زي اللي احنا عاملينه فوق ده وكده. تمام بقى. قال لي الله، طب بس انت كده وزعت اس 1 على اس 2، طب مش جايز اس 2 بتخدم اس 1؟ اه صحيح. طب ما كنت لازم تحل المشكله دي الاول، يبقى كان لازم احل انا المشكله بتاعت اس 1 واس 2 الاول. اعملها ازاي دي بقى؟ قال لي دي بقى اللي هي الطريقه اللي بيسموها ريسيبكال ميثود، اللي هي الطريقه التبادليه. دي بقى عباره عن معادلات رياضيه، طبعا انتوا اساتذه فيها المفروض تعرفوا تعملوها. يعني هو عباره عن اس 1 ده عباره عن ايه؟ التكاليف بتاعته اس 1 عباره عن ايه؟ اس 1 ده تكاليفه عباره عن كام؟ قال التكاليف اس 1 عباره عن 36000، وبعدين قال لي زائد اللي هيجي له من اس 2. كم هيجي له من اس 2؟ ها؟ كم هيجي له من اس 2؟ قال لي كان هيجي له 20% من اس 2. صح كده؟ يبقى زائد اس 2 20% من اس 2. طيب واس 2 هيساوي كم اس 2؟ قال لي اس 2 هيساوي عبارة عن 24000 زائد كام بقى اللي كان هيجي له من اس 1 اللي هو عباره عن 10% جاي له من اس 1. يلا عايزكم بقى تحلوا لي المعدلتين دول وفي الاخر تقولي لي اس 1 كام واس 2 كام. يلا بقى يا شباب الهندسه، اما نحل الاول التشابك اللي بينهم من بعض نبدا بقى ان ايه نوزع بقى بالنسب عادي بقى اللي هي 100%. يلا الاول حلوا لي دي بقى، تعرف تحلوها ولا لا المعادلات دي؟ ها اه دكتور نفس ده. يلا حلوا لي كده وقولوا لي كام اس 1 كام واس 2 كام. يلا كده، وهي دي اللي هنحطها في الجدول بقى هنوزعها. اس 1 يا دكتور هتبقى ب 41632. 41632 ده اس 1؟ ها؟ طلعت معايا كده برضه. كلكم طلعت معايا؟
وإي 6 طلع ب 28,163. تمام كده حصل معايا. طب يبقى إس 1 طلعتها 41,000 كام؟ ها؟ 632. 632 ماشي. طيب وإس 2؟ 65% في كسر 26,000. 28,163 كده. تمام كده. دي المفروض الارقام اللي هي التبادليه بينهم وبعض ده بعد ما طبعا سهل قوي انك انت كنت هتعملوا ايه، ان ممكن تشيل بقى اس 2 اللي في المعادله الاولانيه وتعوض عنها باس 2 اللي تحت دي، صح؟ عملتوا كده. ها يعني كانكم قلتوا ايه، كاننا قلنا اس 1 هتساوي 36,000 بلس ايه بقى؟ بلس 20%، هم انا افتح قوس وعوض عنها باس 2 اللي تحت دي اللي هي عباره عن 24,000. طب عملناها على الاله يا دكتور، على الاله، على الاله بتوع على الاله كمان. طب ماشي، بس هي المفروض كانت تعمله كده يعني، مش مشكله يعني. بالظبط عملنا كده على فكره. يبقى في هذه الحاله المجهوله عندي هيبقى اس 1 هحلها هعوض عنها بقى في في اس 2 هيتنين الاثنين اللي عملها كده صح وكده صح. المهم دلوقتي انا هوزع الارقام اللي هي دي، فهمتوا هنعملها ازاي دلوقتي؟ هنعمل كده بقى. كم اس 1 بقى اللي هنوزعها اللي انتوا طلعتوها اللي هي عباره عن قلنا كام؟ 41,000 632 مش كده؟ مش كده؟ تمام يا دكتور. كده 41,632 اللي انتوا طلعتوها دي. طيب هندي كام بقى الاس 2؟ في باقي اصلا في باقي كسر مش يعني. مشكله بنقربه لان كله ده اساس استيميتد يعني، يعني المفروض يتقرب لاقرب جنيه او اقرب دولار يعني. طيب هو اس 2 بيخدم اس 2 بكام؟ ب 10% صح؟ تمام. يبقى هضرب ديت في 10% على طول، يبقى ده هيبقى مثلا 4,163 كده. طيب وبيخدم بي 2 بي 1 بكام؟ ما هو النسب كانت 10% وكان كام؟ 50%؟ ايوه، يبقى هضرب دي في 50 على طول بقى. مفيش هقول بقى بنسبه 5 ل 4 وكلام من ده، لا على طول تضربها ب 50%. اما اضرب ديت في 50% تطلع كام بقى؟ عشرين ألف تمنمية وستاشر صح كده. طيب لما اضربها بقى في 40% تطلع كام؟ ستاشر ألف ستمية اتنين وخمسين، تلاتة وخمسين معلش، اتنين وخمسين مش مشكلة يعني، في التقريب ده تلاتة وخمسين. المفروض مجموع هيطلع كام كل دول؟ لازم يطلع 41,632 صح ولا لا؟ دكتور. طيب هاجي بقى انا اوزع بقى اس 2 كام اللي هي اس 2 بقى؟ كام اس 2 المجموع بتاعها اللي انتوا قلتوا لي عليه من شويه اللي هو عباره عن 28,000 مش كده؟ 163 28,000 163 مش كده؟
طيب هو هيدي بقى، هيدي بقى ل اس 1 كام بقى؟ اللي هي 20%، صح؟ مش كده ولا ايه؟ ولا هيديله 10%؟ هيديله 20% ولا 10%؟ هيديله 20% من كام؟ من 28,000. هيديله من 28,000 20%، تطلع كام؟ 5632. ما انا كنت لسه هقول لكم عشان اعرف انا هتعرفوا ليه دلوقتي. ها طيب، وبي 1 هياخد كام بقى؟ كانت كام في المية دول؟ احنا قلنا في الاخر لما دوت هيدي له ده 20%، ده كان هياخد كام؟ 30 و50، هيبقى 8448. 8400 خليها 49 عشان في 9 من 10. 46 ماشي. والتاني كام بقى؟ اللي هو 50%، يبقى 14000 كام؟ دكتور الرقم بتاع بيتو انت حضرتك كتبته غلط. كام هو؟ طيب ما انا سمعته هو قال كده 8448. 8448 مش 46، 48. 48 طيب يعني، بس على فكره 46 صح على فكره، بس ماشي يلا هيبان دلوقتي 8. ها والاخيره كام بقى؟ اللي هي 50%. 14 85. 14,000 ها؟ 81. 81 تمام كده؟ تعالوا بقى كده نجمع طبعا. بقى التوتال بتاعهم كام بقى؟ اجمعوا كده اس 1 تطلع كام؟ زيرو. لازم تطلع زيرو صح؟ لان 36 بالبوزيتيف وفي 5600 وانت مزود له اساسا من المعادلات طلعت 41، هي مجموع الاثنين دول لازم تطلع زيرو. طب وعند اس 1 اس 2 تطلع كام؟ زيرو برضه، برضه لازم تطلع زيرو. بس احنا حلينا الخدمات المتبادله بس اللي بينهم دي وطلعت كده، دي تعتبر ادق طريقه بقى. بس دلوقتي بقى يبقى بي 1 بقى الاوفر هيد بتاعته كام بقى؟ ها دي بقى لازم كلهم يتجمعوا الثلاثة دول. آه 96,000 كام؟ 69,264. التانية دي سهلة برضو، هي هتطلع كام بقى؟ 90,000 خم كام؟ 734 صح؟ تمام كده؟ 90,734. طبعا بيبقى فيه برو كل اداء استيميتد، يعني حاجات بسيطه بتتقرب يعني. هي دي الطريقه التبادليه، ودي بيعتبروها ادق طريقه ليه؟ عشان انت الاول بتحل المشاكل المتبادله بين مراكز الخدمات الاول بالمعادلات، وبعدين توزعهم عادي بقى بكل النسب. فزي ما انتم شايفين ده اللي حصل بالظبط معانا كده. دول الثلاث طرق اللي احنا بنستخدمهم فعلا، بس الشركه بتستخدم طريقه طبعا واحده بس، دول موجودين كلهم في العملي. يبقى اما ان انا امسك مراكز الخدمات واحد واحد واوزعه، يا اما امسك مراكز الخدمات ارتبها الاول، ابدا بالمركز اللي بيخدم اكبر عدد مش بالقيمه، اكبر عدد، فاللي يليه فاللي يليه، واللي توزعه ما ينفعش ترجع له تاني. لكن الطريقه التبادليه بقى دي اللي هي الاخيره اللي هي بيسموها ريسيبكال ميثود، بتقول لي لا بقى، ده انت لازم الاول تحل المشاكل المتبادله بينهم الاول، وبعدين توزعها عادي كده. فده اللي عملناه، حليناه بالرياضه الاول، وطلعنا بقى النسب بتاعتهم طلعت بالارقام اللي انتم شايفينها دي. تمام كده؟
دي كلها الطرق التقليدية اللي هي احنا بنستخدمها في، عشان في الآخر خلي بالكم في كل مرة برضو هعمل ايه، هقسم كل مركز ملوش علاقة بالتاني يعني. بس ايه النشاط السائد؟ يعني النشاط مثلا لما بنروح على المصانع بتاع الخشب والحاجات دي كلها، بيلاقوا بيجمعوا الخشب بتاع المطابخ والمكاتب بإيديهم مش مكن، لكن يتقطع بمكن وبعدين يدهن برضو بإيدين مع مكن كده يعني. فإذا أنا بشوف هو المركز الأولاني ده مثلا تقطيع، يبقى كله شغال بالمكن بس بالإيدي وبيجمع، وبعدين يروح للبعديه بيجمعوه بالإيدين، ما فيش مكن يجمعه، هو لازم يحط الحاجات دي مع بعضها كده. يبقى إذا الصفة الغالبة إيه هي؟ هنا مثلا ساعات عمل آلات، هنا مثلا ساعات عمل بشري، دايركت ليبر أورز كده يعني. المهم إن أنا هطلع بقى معدل التحميل على أساس إيه طبيعة النشاط بتاع المركز ده. ليه بقى؟ عشان لما يجي المنتج يعدي هنا هو قاعد كام ساعة عمل، أقدر أقول لك بقى هياخد دايركت ماتيريال دايركت ليبر سهلة، لكن هياخد أوفر هيد بكام بقى؟ بالمعدل اللي أنا هطلعه في كل مركز من المراكز. عشان كده كان لازم نعمل التسلسل ده. يبقى الاول احنا حصرنا الاوفر هيد في مراكز الخدمات ومراكز الانتاج، وبعدين وزعنا تكاليف مراكز الخدمات على مراكز الانتاج عشان تبقى كل التكاليف في مراكز الانتاج فقط. ليه؟ هي اللي بيمر بيها الانتاج، يبقى لازم المنتج احمله بكل التكاليف اللي فيه، سواء طبعا دايركت ليبر ودايركت ماتيريال ما فيهاش مشكله، المشكله هي في الاوفر هيد، هي دي اللي احنا بنعملها عشان كده، وده السبب ان احنا حملناها عليهم في النقطه دي. تمام كده؟ اي سؤال فيها دي؟ اسمح لي دكتور عندي سؤال بس. قول. هو مش البرودكت كده كده لازم يعدي على البي 1 والبي 2 علشان يبقى كامل ويتباع؟ ايوه تمام. ليه بقى ببقى لازم اوزع الفلوس اللي اتدفعت في الاس 1 والاس 2 على البي 1 والبي 2 موزعهم في اي حته وكده كده هتجمع في الاخر؟ لا ثانية واحدة، طب هو بي 1 وبي 2 كان يقدر يشتغل من غير الخدمات بتاع المراكز دي؟ لا لا مش قصدي، انا قصدي ان هو يجيب دفعت في الخدمات تمام ويحطها يا اما في بي 1 كلها يا اما في بي 2 كلها، مش هتفرق كده كده كلها هتتجمع. لا لا بس عشان يبقى في عدالة في التوزيع، مش احنا قلنا كلمة فيرنس عدالة؟ فيبقى لازم تحمله على المنتج بكام، على الوحدة الواحدة عشان تبقى بكام. فلذلك انت دلوقتي مثلا لما تيجي تقول انا حملتها على اساس ساعات العمل المباشر في اول واحده، طب هو المنتج بقى بيقعد في ايدين العمال كام ساعه عشان يتجمع؟ المكتب ده او المطبخ ده بيتجمع في كام ساعه في ايديهم كذا، يبقى هياخد قد كده دايركت ليبر وقد كده دايركت ماتيريال وقد كده اوفر هيد، وخصوصا في مراكز زي كده بتنتج حسب طلبات العملاء. وانا شفتها كده، بيجي لك العمال ولا المهندسين يجي لك البيت يشوف انت عايز تركب المطبخ فين، يقيسوا لك المقاسات بتاعتك وبعدين يوريكوا الكتالوجات، ايه رايك انت عايز ده؟ طيب خلاص كده هيروح يجمعوه على حسابك انت، هيجيبوا لك خشب طبعا باسمك كده هيتاع، وهيحاسبوك على الخشب وعلى العمال اللي هتشتغل وعلى الاوفر هيد اللي هي اتصرفت بقى. فين بقى؟ في المراكز اللي مر بيها طبيعي طبعا. وفي الاخر خالص يضيفوا بقى عليهم نسبه الربح بتاعتهم، هيقول لك المتر بكذا، شوف بيقول لك المتر بكذا. في كل المنتجات اللي انتوا بتشوفوها حواليكوا بتستخدموها كلها بتتعمل فيها نفس الكلام ده. يبقى لازم انا عشان هو بيمر في المراكز دي وكده، في منتجات ما بتمرش في مركز مثلا من مراكز الانتاج ما تحسبش بيها، انا بتكلم بس على اللي بيمر بيها عشان تبقى التكاليف صح، لازم تعمل كده. فدي بقى يعني دي من اصعب الحاجات اللي بتقابلنا في التكاليف، انك انت ازاي تحسب نصيب الوحده المنتجه من الاوفر هيد مش من الحاجات الدايركت. الحاجات الدايركت ما فيهاش مشكله، لكن هي بقى من الحاجات اللي هي الاوفر هيد دي، فعشان كده احنا بنعمل بقى فيها عشان كده قلت لكم عليها بقى. لسه هنقول لكم بقى اليابانيين بقى بيعملوا ايه بقى الحاجه الجديده يعني. شوف بقى اليابانيين بقى بيعملوا ايه بقى. اخر طريقه دي يا دكتور هي الريسيبروكال، اسمها الريسيبروكال ميثود، اللي هي الطريقه التبادليه، يعني احنا انت لازم تعملها بالمعدلات الاول، تحل المشاكل اللي بين مراكز الخدمات، لان في مركز الخدمه اس 1 بيخدم اس 2، طب ما اس 2 بيخدم اس 1 في الطريقه الاولانيه، ما اعترفناش بالكلام ده خالص، كنا بنوزع على مراكز الانتاج بس. في الطريقه الثانيه قلنا نرتبهم، فخدنا المركز اس 1 على اساس ان هو بيخدم اكبر عدد مراكز سواء خدمات او انتاج،
في الطريقه الثالثه قالك لا احنا نحل الاول المشاكل اللي بين مراكز الخدمات ونوزع اللي هيطلع الناتج اللي هو اللي انتوا طلعتوه لي ده. فلذلك شوف احنا وزعنا اس 1 كام بال 41000 مش بال 36000. طب جت منين؟ هو لو تبصوا كده هو 36000 زاد بكام؟ زاد بكام على ال 36000 اللي هي تحت كده 5632 اللي جاي له منين؟ من اس 2. واس 2 كان 24000. امال انت ازاي وزعت 28000 ايه؟ لان جاله من اس 1 4163. فلازم كده. فدي الخدمات دي متبادله بينهم بس ما زودتش الناتج ولا حاجه. ده مجرد بس طريقه عشان نحل المشاكل اللي بينهم وبين بعض. لكن لو بصيتوا انتوا للتوتال بتاع بي 1 وبي 2 الاثنين اللي تحت دول هو نفس التوتال اللي عملناه في الطريقتين اللي فاتت. بس ده يعتبر ادق ليه بقى؟ عشان اخذ في الاعتبار الخدمات المتبادله بين اس 1 واس 2. عشان كده بيسموها الطريقه التبادليه ريسيبكال ميثودز هي دي. ودي ما تتحلش الا بالمعادلات. تمام كده؟ اي سؤال فيها دي؟ فدي كانت الطريقة اللي احنا ايه عملناها بقى. جم بقى الناس اليابانيين اخترعوا بقى الطريقة دي بقى احدث حاجة احنا بنشغلها دلوقتي. شايفين اسمها ايه دي؟ اسمها Activity Based Costing. بيسموها الـ ABC. بيسموها طريقة التكاليف على اساس الانشطة. اللي بدل بقى ما انت تتكلم على مراكز لأ. تكلم على نشاط. يعني مراكز الانتاج بيعملوا ايه الصبح اول ما يبدأوا؟ بيعملوا حاجة اسمها سيت اب للمكن. عارف انت لما بتيجي تدور العربية الصبح وتسخنها شوية كده هما بيعملوا كده في المكن. طب ده بيكلف كام؟ مجرد اعداد المكن بس للتشغيل السيت اب. طيب وبعدين المكن بعد كده بياخد المادة الخام بيشتغل عليها بيقعد كام ساعة؟ اهو ده نشاط الماشين. ده الانتاج بيطلع في اليابان قبل ساعات ما الخامات تخش الانتاج بيعملوا عليها ايه؟ بيعملوا عليها حاجة اسمها الكواليتي كنترول. يعني بيحفظوا على الجودة بتاع الخامات قبل ما تخش الانتاج. ليه؟ عشان يضمنوا ان المواد اللي داخلة دي سليمة ميبقاش فيه عيوب. وفي أثناء الإنتاج بيسحبوا برضو عينات عشان يتأكدوا إنها وفقا للمواصفات. أهو ده نشاط شغالين لكده. بعد ما بتخلص العملية دي خالص كلها قبل بقى ما تطلع تتسلم في المخازن حتى بتتعملها فحص تاني. وساعات بيدوها شهادات جودة خلاص اتفحصت. يبقى أنا في هذه الحالة مش هبص بقى للشركة على أنها عبارة عن مراكز خدمات ومراكز إنتاج. لأ هبص على أنها بتعمل أنشطة. أنشطة إيه هي اللي داخل الشركة كلها؟ وكل نشاط هيبقى ليه تكاليفه. هحمل أنا بقى الوحدات على أساس مدى استفادتها من النشاط ده. فلذلك شوف كاتبين إيه بقى فوق بيقول إيه؟ الـ ABC is A method of assigning cost. يعني معناه تحميل تكاليف to customers. ممكن للعميل الواحد. يعني لو انت مثلا بتعمل الكاستمر سيرفيس لو في البنك اقدر اقول لك هيكلف البنك كام. او لما انت بتروح شركات الموبايل مثلا كده. او السيرفيس اللي بتقدمها الشركه اند البرودكت كمان. شوف كل ده بيتعمل عليه بيزد على اساس ايه بقى؟ اللي بيزد على اساس الاكتيفيتي كونسامشن اوف ريسورسز اللي هي على اساس ايه هو استهلاك الانشطه من الموارد بتاعتنا. طب والاكتيفيتي ده عباره عن ايه؟ بيقول لك از اني تايب اوف اكشن اي تصرف ورك او عمل او موفمنت حتى. يعني بيحسبوا اللي بيعمل اللي بيروح يجيب لك القطع الغيار من المخزن او كده او المنتجات اللي انت الماده الخام هتشغل رايح جاي رايح جاي
من المخازن راح لمراكز الانتاج رايح جاء او ده نشاط الحركة دي. فاحنا في هذه الحالة بقى مش هنبص للمراكز لا هنبص للأنشطة. اليابانيين قالوا ان الأنشطة داخل الشركة ممكن توصل لـ30 نشاط، وبالتالي انت هتعمل معدل تحميل لكل نشاط، هتشوف تكاليفه كام وايه طبيعة النشاط بتاعته عشان تقدر تحملها بقى، وتحسب تكاليفه، والمنتج بقى اللي هيستفيد من الأنشطة دي تقولك هياخد كام. فالريسورسز بقى اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي بتاعة النشاط دي مالها؟ عبارة عن element with economic value، ليها قيمة اقتصادية، that is consumed، بتستهلك، or applied when performing an activity، اللي بتستخدم لما انت بتنفذ نشاط من الأنشطة. هي دي بقى طبعا اللي هي الفكرة بتاعتها اللي هي الاكتيفيتي بيس كوستنج دي. الاكتيفيتي بيس كوستنج الريسورس بقى بنعمل فيه حاجة اسمها كوست درايفر، اللي هو مين هو اللي بيسبب التكلفة، فهي عبارة عن الاماونت اوف ريسورسز كونسيومد باي ان اكتيفيتي، هو ده السبب في هذا النشاط اللي هي التكاليف بتاعته. الريسورسز بقى كوست يوزن اكتيفيتي الرسام بعد كده لحاجة اسمها كوست بول، اللي هي عبارة عن مسبب التكلفة اللي هو الكوست درايفر. الكوست بول اللي هي التكلفة بتاعت كل النشاط ده باستخدام بقى الكوست درايفر اللي هي كانت السبب فيه. طب والكوست درايفر ده عبارة عن ايه بقى؟ قال is a measurement of the amount of activity used by a cost object، اللي هي وحدة التكلفة اللي احنا كنا فسرناها قبل كده. فإذا دلوقتي انا هبص لكل نشاط هحسب تكاليفه، هقسم بقى التكاليف على اشوف كل نشاط ده ممكن اقيسه بايه، هيطلع لي معدل التحميل بتاع كل نشاط، مش معدل تحميل بقى بتاع مراكز الانتاج، لا بتاع كل نشاط. شوف بقى كم نشاط بتعمل في الشركة متميز كده نقدر نشتغل عليه. البيسس طبعا فيها اللي هي عبارة عن الاكتيفيتي يوزر ريسورسز بات بريديوس برودكت اور سيرفيس في الاخر، يعني هي ده اللي احنا في الاخر هنحمله فيه. بيقول لي بقى الريسورس كوست از كالكوليتد ازاي بقى؟ بان انا بستخدم الكوست درايفر ده اللي هو المسبب بتاعه، والاماونت اوف ان اكتيفيتي كونسيومد ان ا بيريود مالتيبلاي بقى باي ذا كوست اوف اكتيفيتي. يبقى لما احب احسب تكلفه اي نشاط هشوف بقى هو خد كام من النشاط دوت واضربه فيه انت عملت المعدل للتحميل بتاع نشاطك ازاي كده. بعد كده بقى الكالكوليتد كوست بقى هتعملها على البرودكت او السيرفيس، فعلا بتعمل كده. يبقى لما انا بقى احسب التكاليف بحسب التكاليف بتاعتنا على هذا الاساس، ودي احدث حاجه تلاقي دايما يتكلموا يقول لك الاي بي سي. اسال في اي حد بتاع كده يقول لك الاي بي سي، يقصد الايه؟ اكتيفيتي بيس كوستنج، اللي هي عباره عن تكاليف الانشطه، وهنشوفها طبعا بتمرين كده وبتاع. بس احنا هناخد بريك دلوقتي عشان نصلي المغرب عشان خلاص الوقت بتاع العشاء. ماشي ماشي يا شباب؟ تمام يا دكتور، يلا نصلي كلنا ونيجي بعد ربع ساعه كده 10 دقايق.